أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الأخبار العاجلة. بالطبع سنتحدث عن الناخب الوطني الجديد خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، سيعقد رسميا مع جمال بالماضي لتولي العارضة الفنية للخضر خلفا للمدرب السابق رباح مجار بعد غياب طال طويل. وتحدثنا في الكثير من أخبارنا الرياضية عن هذا الخبر، وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مع المدرب السابق للدحيل القطري بالعاصمة الفرنسية باريس. وأمضى المدرب الجديد للخضر عقدا يمتد ل4 سنوات، سيمتد إلى غاية 2022. جمال بالماضي مشاهدينا بدأ مسيرته الكروية في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان أول ظهور له في يناير سنة 96 قبل الانتقال إلى موسم 96-97 إلى نادي الفرنسي، وأمضى مع الفريق موسم واحد. انتقل إلى نادي مارسيليا الفرنسي في عام 97-98 بعد أن أمضى جمال بالماضي مع مارسيليا. انتقل إلى نادي كان الفرنسي في موسم 98-99، ثم عاد مرة ثانية في موسم 99 إلى 2000 إلى نادي مارسيليا الفرنسي. أيضا انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي سيلتا فيغو الإسباني في نفس الموسم، ومن عام 2000 عاد إلى مارسيليا بعد انتهاء الإعارة من نادي سيلتا فيغو، وقد وجه له مكان مع النادي في خط الوسط بعد غياب اللاعب الأساسي للفريق ليبري جورج. كانت هذه نبذة قصيرة عن جمال بالماضي الذي اتفق مع الخضر الآن لمدة 4 سنوات كاملة، ستكون إذن إلى غاية 2022. كان هذا الخبر العاجل مشاهدين عن الناخب الوطني، حيث اتفق معه خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. سنوافيكم بالمزيد في نشراتنا اللاحقة بإذن الله. إلى اللقاء. نختم عذر المشاهدين، كان حاضرا أثناء إبرام الصفقة كل من المدرب رئيس الاتحادية خير الدين الزطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالطبع، وحكيم مدان أيضا كان حاضرا معه بالطبع جمال بالماضي. سنوافيكم بكل تفاصيل هذه الأخبار الرياضية في نشراتنا اللاحقة، وسنكون بالطبع في نشراتنا على كل رأس ساعة. إلى اللقاء.